لحل عالدنيا الظلام مستوحشة كل البشر اقبل زكي برد وسلام كل يوم يثرينا درر. كلمتين مع زكي حسنين. كلمتين مع زكي حسنين. نواف طالب جامعي مجتهد، درس في واحدة من الجامعات الكويسة ولله الحمد، وكان كل شيء من الجامعة تمام باستثناء حاجة واحدة، هي المكافأة الجامعية اللي كانت ما تكفي احتياجاته. دائما في أشياء يبغى يعملها أكثر بكثير من سقف المكافأة الشهرية اللي كان يستلمها. نواف تخرج ما شاء الله تبارك الله من الجامعة بمعدل كويس، وتقبل في شركة كويسة، وصار يستلم راتب ممتاز. بالمرور الوقت كانت احتياجات نواف تكبر، ومصاريف عمنا نواف تتوسع ألين تغطي دخله بالكامل، وصار يحس بنفس إحساس أيام كان طالب جامعي، نفس الإحساس بعجز الدخل عن تلبية كل الرغبات. لا يزال نواف يحس أنه في أشياء كتير تنقصه، سيارة أحدث موديل، وسفرة حلوة كده فيها رفاهية أكثر، ومستوى رفاهي أعلى، ولا يزال نواف يعيش إلى اليوم ده نفس إحساسه أيام كان طالب جامعي، مش راضي ودخله ما هو كافي بالنسبة له. هالكلمتين لعم نواف واللي زي نواف، بغض النظر عن مستوى دخلك، رغبتك في المزيد من المال تخليك تشعر بالفقر، لذلك صدق ان الغنى في النفس مو في كمية الكاش. وفي أمان الله. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين. كل يوم يثرينا درر.